لسه مكانين اخبارنا يعني سيناريوهات كتير بالتاكيد المدير الفني موسيماني بيدرسها الفتره الحاليه وخلال الفتره اللي فاتت كلها عشان يستقر على تشكيل النادي الاهلي في النهائي قدام كايزر تشيف. ده مش سهل ان هو تستقر على التشكيل على الاطلاق برغم الامكانيات ومفاتيح اللعب اللي اصبحت مصدر قوه فعلا في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، وشفنا ده بشكل واضح في مباراه الدوري خلال الجولات الاخيره خاصه من اول مباراه سموحه لغايه مباراه مصر المقصه. موسيماني في حيره لانه ما استقرش لغايه دلوقتي على طريقه اللعب في النهائي، وبيفضل لغايه دلوقتي بين اللعب يا اما باثنين لعيبه في خط الوسط او ثلاثي ارتكاز. دي الحيره اللي فيها المدرب الجنوب افريقي. يعني مصدر في الجهاز الفني للنادي الاهلي اكد ان موسيماني لسه لغايه دلوقتي ما حسمش القصه دي بشكل نهائي، خاصه بعد ما يعني قدم الفريق مستوى متميز في الدوري سواء لما لعب بثلاث لعيبه ارتكاز ولعيبه قدام الترجي كمان، او لما يلعب باثنين لعيبه وتالق في الثلاث جولات الاخيره في الدوري لما رجع لطريقته الطبيعيه. الطبيعي نقول ان موسيماني هيلعب بالخطه المعتاده قدام كايزر تشيف، وانه هيكتفي باثنين لعيبه في خط الوسط لان كايزر تشيف زي ما احنا عارفين هو متعود انه يلعب بشكل دفاعي وبيعتمد على الهجمات المرتده بشكل اكتر في المباريات الكبيره، لكن المرتدات دي هي اللي ممكن تخلي موسيماني ان هو يدفع بثلاث لعيبه في خط الوسط، يعني بدلا من اثنين لعيبه في خط الوسط. وغالبا هيبقى لو لعب بثلاثه في خط الوسط هيبقى ديانج اكيد والسوليه وحمدي فتحي، عشان هو بنسبه كبيره هيدفع باكرم توفيق في الجبهه اليمنى. زي ما احنا عارفين حمدي فتحي بيمتاز بدور دفاعي كبير جدا، فممكن يكون متواجد اذا قرر ان هو هيلعب بثلاثه ارتكاز. كمان الحيره قدام موسيماني هتنعكس كمان على الخط الامامي، مش بس الخط في خط الوسط المتمثل فيه الشحات الخط الامامي وطاهر وقفشه ومحمد شريف، لانه بطبيعه الحال لو لعب بثلاثه ارتكاز هيضطر ان هو يسحب واحد من الرباعي الموجودين امامي، وفي الغالب ممكن يبقى الشحات او طاهر، لان طبعا قفشه ومحمد شريف اثنين لا غنى عنهم خلاص، لعيبه بقى وعناصر قوه في النادي الاهلي وبيعتمد عليهم بشكل رئيسي. في الفتره الاخيره كلها كمان كان في محاضرات فنيه كتير ده موسيماني للاعبين قبل السفر، وكمان في رحله السفر كمان على الطياره نفسها خلى اللاعبين تتفرج على مباراه لكايزر تشيف في الفتره الاخيره عشان يحفظوا بقى طريقه اللعب ويعرفوا اماكن القوه والضعف في الفريق الجنوب افريقي عشان يقدر النادي الاهلي يدخل المباراه وينهيها من بدري. كمان